نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. لكل حدا منا أحلام وأهداف بالحياة بيتمنى تحقيقها، بس غالبية الناس ما بيتبعوا الطريقة الصحيحة لحتى ينجحوا بتحقيق الأهداف هي. إذا ما كان عنا خطة واضحة وسليمة لتحقيق أهدافنا، بتصير هي الأهداف مجرد أوهام بخيالنا، هي إذا ما انتهت بالفشل. مشان هيك لازم نخلي خطة لتحقيق أهدافنا، وتكون هي الخطة مكتوبة ومرتبطة بجدول زمني للتنفيذ لحتى ننجزها بنجاح. ولازم نحط لهي الخطة شعار أو عنوان، مثل أهدافي لسنة 2017 أو أهدافي الدراسية أو أي عنوان تاني يكون محدد وواضح ومكتوب ببداية الخطة. هالشي رح يثبت خطتنا بعقلنا. خلينا نحكي بالتفصيل أكتر شو هي النقاط يلي بتساعدنا على تحقيق أهدافنا. أول شي اختبر علاقتك بهدفك، يعني الهدف ضروري يكون شي بيعني لك، مثل انك تطور هواية وتعملها شغل. مثلا عندك هواية الرسم، فتقرر انك تتعلم على برنامج الرسم على الكمبيوتر، او بتحب الموسيقى فتقرر انك تتعلم العزف على آلة معينة. اما اذا شي بحياتك ما جربته فجربه اول، وعلى اساس تجربتك اما بيتحول لهدف تسعاله او لا. تاني خطوة لتحقيق اهدافك انك تحددها بشكل دقيق وتقرر شو بدك بالحياة بالفعل. يعني انك تقول بدي يصير انسان مهم، هذا مو هدف لانه ما في دقة. اما تقول بدي يصير عضو مجلس ادارة بالشركة اللي بشتغل فيها، فهيك صار هدفك محدد وفيك ترسم له خطة. قرر 4 أو 5 اهداف بدك تحققهم خلال هالسنة واكتبهم لحتى عقلك يعرف شو بدك بالضبط ويساعدك على تحقيقهم. لازم اهدافك كمان تكون قابلة للقياس، يعني لما يكون واحد من أهدافك إنك تخسر 10 كيلو من وزنك خلال سنة، فهذا معناه إنك لازم تخسر كل شهر كيلو تقريبا. إذا بعد 6 شهور خسرت 5 كيلو فأنت ماشي على الطريق الصح. ومن شروط تحقيق الأهداف إن تكون أهداف قابلة للتحقيق أصلا. فمثلا هدف تحقيق السلام بالعالم غير قابل للتحقيق، لأنه هذا الشيء بيحتاج جهود كتير ناس ودول ومؤسسات. أما أنه يكون هدفك تحقيق الاستقرار العائلي ببيتك، أو تبلش دراسة جامعية اختصاص فيزياء مثلا، أو تأسس عمل تجاري محدد خاص فيك، فهي كلها أهداف قابلة للتحقيق. من أهم شروط تحقيق الأهداف أنك تحدد وقت محدد لتحقيقه. يعني مثلا بدي لاقي شغل باختصاصي خلال 2 شهر. خلال سعيك لأهدافك استعين بكل أنواع التحفيز، مثل التحفيز المعنوي بأنك تصدق أنك وصلت لهدفك، وتصير تتعامل مع نفسك على أنك الدكتور فلان أو المهندس فلان أو عضو مجلس الإدارة أو الرسام. واستعين كمان بالتحفيز البصري، يعني إذا كان هدفك تدرس طب فعمل لوحة مكتوبة عليها الدكتور فلان وحطها على مكتبك، لما بكل وقت تشوفها رح تحفز عقلك على تحقيقها. هلأ بعد ما حددت أهدافك على أساس كل النقاط السابقة وحددت الزمن اللازم لتحقيقها، حط قائمة باحتياجات تحقيق الهدف والصعوبات اللي ممكن تواجهك وكيف رح تتجاوزها إذا واجهتك، ومين الجهات والأشخاص اللي ممكن تحتاج مساعدتهم. هاي كانت أهم الخطوات والنقاط الأساسية يلي بتخلي هدفك قابل للتحقيق. بيضل يكون عندك الهمة والاستعداد وتبلش بتفاؤل وإصرار على النجاح، لأنه طاقة الإيجابية بتخلي المهام أسهل. ولا تنسى الخطة الدقيقة ومراقبة النتائج، وضل دائما عم تعمل تعديل على الخطة على أساس النتائج يلي عم تقيسها خلال فترة تحقيق الهدف. أهدافنا ما لها مستحيلة ونحن منقدر، بس بدنا نكون عم نشتغل صح. بتمنى من هون للحلقة الجاية يكون كل واحد فينا حط قائمة بأهدافه وخطة لتحقيق كل هدف. وبالتوفيق. سلام. نفسي بشد حيلك معي أنا سمك.